القاهرة وناخد زميلنا ناقد رياضي الأستاذ أحمد عصام برضه نشوف ماذا يحدث في استاد القاهرة. أستاذ أحمد ازي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي للكباتن. مفاجأة كبيرة جدا جدا ما حدث اليوم، يعني مفاجأة مش عشان الأداء كان كويس قبل كده ولا حاجة، ولكن مش عارف، أنا حاسس إن هي مفاجأة كبيرة جدا يا أحمد إن احنا نكون خارج هذه البطولة بهذا الشكل ومع هذا الجمهور العظيم. قول لنا احمد ايه اللي حصل. كارثه. لو شوف المنظر هنا صعب جدا جدا جدا، الناس خارجه من الملعب كانهم في جنازه الحقيقه، يعني احنا طلعنا بنصور الناس اللي موجوده، يعني الوضع مأساوي هنا. حتى في ناس انهارت في الدرجات معانا متطوعين في المقصوره بتاعت الاعلاميين، كان في بنات بتقع والوضع كان صعب جدا الحقيقه. الناس كلها مش راضيه عن الاداء، بتتكلم مع الناس بره الملعب، بيحملوا اللعيبه المسؤوليه واجير المسؤوليه. خروج سيء وبدري جدا، انت بتلاعب منتخب طالع بالضبط احسن توالد، شفناه في دور المجموعات كان يعني كان متواضع جدا، هو يعني اتاهل بعجوبه. الحقيقه كان يعني منظر مش عايز اقول لك، يعني هنا الاجواء صعبه جدا واحنا مضطرين بنكمل شغلنا وللاسف احس البطوله كده خلاص يعني. لا لا لا، البطوله ستستمر، والكل الناس كلها هتشوف شغلها وكل الامور هتمشي بشكل جيد. طبعا يعني انا عارف ان هي صدمه الخروج، ولكن في النهايه احنا بنشتغل، كل حضرتك بتشتغل باسم مصر وانا هنا بشتغل باسم مصر، وفي القنوات الاخرى بيشتغلوا باسم مصر، والجمهور اللي بيروح باسم مصر برضه، وبالتالي البطوله هتكمل وتبقى زي الفل، مفيش اي مشاكل خالص اعتقد من النواحي دي يعني. لكن خلينا نتكلم في الصدمه اللي حصلت للناس، يعني انت بتقولي ان الناس طالعه كانها في جنازه. فعلا احنا خارجين بنشوف عند مخارج المدرجات الناس خارجه ما حدش بيتكلم، كله باصص في الارض، يعني اعداد كبيره جدا ما فيش صوت طالع. بيتكلموا على ايه يا احمد؟ طب يعني اكتر حد بيتكلموا عليه مين؟ اجيري ولا صلاح ولا تريزيجيه ولا لاعبين يعني ولا مين؟ اكتر ثلاثه الناس بتهاجمهم سفير اجيري، طبعا هو الرقم واحد اللي بيتحمل المسؤوليه. انت بتلعب الشوط الثاني لعبت جيم مبسوط قوي، وما يعني ما احترمتش الفصل. شفنا التغييرات اللي عملها كلها، يعني ما اضافتش من الناحيه الهجوميه، وبالعكس اثرت على وسط الملعب وعلى الدفاع، اكتر في الكوره كمان. كانت ممكن الماتش يخلص بنتيجه اكبر من كده، لكن ربنا ستر يعني وخرج 1-0. بس الراجل الثاني اللي قام عليه عبد الله اللي هو الحقيقه يعني كان مختفي طول البطوله، والناس بتتكلم على انه يعني كان عبء على المنتخب. لعيب المفروض يمتلك خبرات كبيره ومهارات وتسديدات، لكن للاسف ما قدمش اي حاجه طول البطوله. الناس كانت مستنيه مثلا يخلص ماتش بتسديده، يخلص ماتش بسلو، ما كانش فيه الكلام ده خالص. وثالث اكتر واحد كان بيهاجم هو محمد النني، نجم ارسنال طبعا، يعني احنا الناس كانت بتعول عليه كتير. لعيب مختفي تماما في مباريات مصر الاربعه لحد دلوقتي، ما قدمش اداء المطلوب منه سواء الناحيتين الدفاعيه او الهجوميه. طب هل شفت حد من اعضاء اتحاد كره القدم؟ هل شفت حد من المؤتمر الصحفي حصل فيه ايه؟ يعني احكي لنا برضه. هو المؤتمر احنا لسه هم مستنيين المديرين الفنيين يدخلوا، لسه ما دخلوش. عارفين طبعا في صدمه دلوقتي في اوضه اللبس بتاعت المنتخب، واللعيبه يعني اتاخرت في الخروج، ومستر اجيري برضه اتاخر في ان هو يطلع لنا في المؤتمر الصحفي. والناحيه الثانيه بقى في احتفالات اكيد في جنوب افريقيا دلوقتي، وستيوارت باكستر لسه برضه ما طلعلناش. الحقيقه يعني واعضاء اتحاد الكوره هم مش ناحيتنا، هم الناحيه الثانيه، انت عارف في القاهره مقصوده الاعلاميين. الناحيه الثانيه ما حدش هيبان يعني النهارده. ناحيه الدرجه الثانيه، وهم الناحيه الثانيه في المقصوره الرئيسيه. طيب كل حاجه هتتابع يعني بعد ما نخلص المؤتمر. طيب بعد ما نخلص المؤتمر ان شاء الله نجيب حضرتك مره اخرى عشان نشوف ماذا قال خفير اجري بعد اقصاء مصر من دور ال 16. شكرا جزيلا زميلنا الناقد الرياضي الاستاذ احمد عصام.